يد من أياد إيران تغتال تخرب وتدمر دولاً وتجند سنة لصالحها، إرهاب عابر للقارات كله تحت جناح الحرس الثوري الإيراني. إنها الوحدة 400 التي فاقت أعمالها ما يقوم به فيلق القدس ووضع له أهدافاً ليس من السهل تحقيقها. مسرحها الرئيس في القارة الإفريقية وتوسعها يتم كما يريد ملال طهران. فما هي تلك الوحدة وما قصتها وماذا تنفذ حاليا؟ حكاية الوحدة 400 تبدأ منذ سنين طوال، وذلك عندما انتصرت ثورة الخمين في عام 1979 ورفع معها شعار تصدير الثورة حول العالم. ومنذ ذلك الحين بدأ التخطيط لجمع المعلومات في الخارج بهدف مد النفوذ ومنع أي نشاط للمعارضين للحكم. خاضت إيران الحرب مع العراق التي كبدتها الكثير من الخسائر، وحينها كانت بحاجة خزان بشري كبير ينقذها، فاستعانت بموظف بوزارة المياه الإيرانية، وذلك الموظف هو قاسم سليماني الذي أسس فيلق القدس ثم بات قائداً للحرس الثوري. فيلق القدس تحول مع مرور السنوات لليد الضاربة لإيران حول العالم، والميليشيا التي يمكن أن تحركها كما تريد من لبنان إلى العراق ثم سوريا وغيرها من الدول. ومن فيلق القدس بدأت تتفرع الوحدات والفرق، وهذه المرة لم تشكل إيران ميليشيا تقاتل عسكرياً كما هو معروف، بل احتاجت لأداة يمكنها من خلالها أن تقلب الموازين. وكانت النتيجة تأسيس الوحدة 400 عام 2011 لتكون مركز تنسيق العمليات الخارجية لفيلق القدس. موقع إيراني انترور كشف بعض التفاصيل الدقيقة عن الوحدة، حيث يقول أنها تأسست لتنفيذ مهمات إرهابية خاصة خارج البلاد، وأنها تضم قوات بخبرات كبيرة ويملكون تاريخاً في الأنشطة الاستخباراتية والتنفيذية. وأبرز من عرف من تلك الوحدة كان حامد عبد اللهيان، والذي شغل قيادة الوحدة بعدما كان قائداً للحرس الثوري في بلوشستان. اللهيان من قبل تأسيس الوحدة كان مساعداً لسليماني، كما تسلم رئاسة إدارة الاستخبارات في فيلق القدس. أما القيادة الحالية للوحدة فهي بحسب موقع أنتلي تايمز من نصيب حسين رحبان، والذي لا يتوفر الكثير من المعلومات عنه. الوحدة والتي اسمها يشعر الكثيرين بأنها وحدة قتالية مهمة للغاية، في الواقع فإن القوات فيها غالباً ما لا تقوم بمهمة عسكرية وتخريبية مباشرة، بل تسعى للربط مع أفراد في دول عدة مستعدين لتنفيذ الهجمات الإرهابية بدلاً عنها، وذلك في مقابل إغرائهم بالمال والامتيازات، والهدف ألا تترك أي أثر لإيران في أي عملية. ويوصف العاملون في الوحدة بأنهم من أكثر الجنود رفاهية في الحرس الثوري، حيث تقدم لهم كل التسهيلات اللازمة ويحصلون على مهام سفر خارجية توصف بالسياحية، إذ يوفر لهم منازل فاخرة وسيارات فارهة، وذلك بهدف منحهم غطاء يبعد عنهم الشبهات في الخارج. والمثير أكثر في تلك الوحدة أنها لا تعمل استخباراتياً أو عسكرياً بشكل مباشر، بل تدخل الدول بحجج عدة، مثل أن تقول أنها وفد اقتصادي يسعى لعقد الشراكات، أو حتى منظمة خيرية أو صناعية تريد تبادل الخبرات، الأمر الذي يسمح لمجموعاتها في بعض الأحيان بالدخول في مناقشات والحصول على معلومات من صناع قرار في الدول، في حين يبقى هدفها الرئيسي استطلاع الأماكن قبل تنفيذ العمليات، ولكن دون أي شبهة أو شك في الموقع ذاته. والأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فكما تصف صحيفة الشرق الأوسط فإن الوحدة 400 وضعت مع فيلق القدس لتنفيذ المهام الحساسة له، مثل دعم الجماعات المتطرفة في العراق وإمداد المتمردين في أفغانستان بالسلاح والعتاد، بالإضافة لتهريب السلاح إلى داخل سوريا ولبنان، وحتى تنظيم التدريبات العسكرية لحزب الله ومنظمات فلسطينية عدة. كما تصنف مراكز الدراسات تلك الوحدة
بأنها الوحدة المختصة بنقل الأسلحة واللوجستيات بشكل رئيسي لميليشيات إيران حول العالم، خصوصاً في سوريا والعراق. مع ذلك تركز الوحدة على منطقة معينة، وترى فيها نقطة رخوة يمكن اختراقها بسهولة، وفي الوقت ذاته يمكن الضرب فيها للتأثير على الدول التي تقف بوجهها، وحتى تهديد المصالح الغربية فيها، ألا وهي إفريقيا. فمنذ تأسيسها ركزت الوحدة بحسب عديد المصادر على تشكيل خلايا نائمة في عدة دول أفريقية، والهدف منها التحرك على الطلب لمهاجمة أهداف غربية في القارة، وهذا في حال وصل التصعيد بين إيران والغرب إلى مواجهة عسكرية، وذلك في مشهد متكرر لما حدث مع أمريكا في إفريقيا نهاية تسعينات القرن الماضي، عندما استهدفت عدة تفجيرات مواقع لها في تنزانيا وكينيا، وأوقعت نحو 200 قتيل من الأمريكان في تلك الدول. معهد غيتسون الذي تعمق في دراسة وضع تلك الوحدة أكد في تقرير سابق له أن إيران نفذت خطتها في إفريقيا، فعقب توقيع الاتفاق النووي عملت على تأسيس خلايا تنشط في عدة دول أفريقية منها تشاد وغانا والنيجر وغامبيا وإفريقيا الوسطى. والسبب بربط ذلك التأسيس بالاتفاق النووي هو الفائض المالي الذي بات بيد إيران بعد توقيع ذلك الاتفاق، ما شجعها وسهل عليها تأسيس خلايا وميليشيات جديدة حول العالم، وهي الحجة نفسها التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند انسحابه من الاتفاق النووي، بالوصف بأن ذلك الاتفاق يفيد إيران وإرهابها فقط ولا يعطي ضمانات لأحد. كل ذلك كان البداية للحديث عن الوحدة 400، ففي آخر السنوات ازدادت أيادي الوحدة حول العالم واتسعت عملياتها أيضا بشكل واضح للجميع. ففي نوفمبر من عام 2021 قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تذكرها أن الموساد أحبط سلسلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية كانت تنوي إيران تنفيذها في دول أفريقية عدة، والمهاجمون كانوا من فيلق القدس وتحديدا الوحدة 400. أما الأهداف فكانت بشكل رئيسي رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في السنغال وغانا، وقد راقبهم عملاء إيران لأشهر، حتى أنهم شاركوا في رحلات سفر في تنزانيا بسبب وجود الإسرائيليين فيها بشكل دوري. صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت بعدها أن المحاولات المزعومة في إطار الخطط للانتقام لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، والذي تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله. موقع أنتلي تايمز قال أن هناك 5 أشخاص اعتقلوا في غانا وتنزانيا والسنغال للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد سياح ورجال أعمال إسرائيليين، وأنهم تدربوا في لبنان على يد حزب الله اللبناني. كما أشار الموقع إلى أن الشبكة التابعة لفيلق القدس الإيراني والتي عملت تحت اسم شركة سياحية من بغداد، وقد تم تجنيد عناصر شيعية فيها يحملون جنسيات عربية وأجنبية، مؤكداً أن عناصر الشبكة تلقوا تدريبات في لبنان على يد حزب الله، وذلك في مجال الاستخبارات وشن الهجمات في مختلف أنحاء العالم. كما ذكر معهد هاتسون للأبحاث أن النظام الإيراني كثف من نشاطه في إفريقيا، حيث أصدرت تعليمات لحزب الله لتدريب النيجيريين وإقامة قواعد عملياتية هناك تتبع لإيران. وأكد المعهد أن أفارقة يرتدون اللباس الأفريقي التقليدي شوهدوا بكثرة في الضاحية الجنوبية بلبنان في عام 2018. وفي إفريقيا نفسها تحاول إيران تأجيج الصراعات حول المغرب، حيث تمول وتدعم جماعات انفصالية من خلال الوحدة 400. من بين تلك الجماعات جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية، وذلك من خلال التدريب وتأمين السلاح لها، بالإضافة لتدريب المنظمات الشيعية مثل الحركة الإسلامية النيجيرية. وبحسب موقع العربية فإن الوحدة قد شكلت فرقا أخرى مهمتها التخريب والتجسس في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تركز إيران أيضاً بشكل كبير على دول الاتحاد السوفيتي السابقة في أوروبا الشرقية، إذ تنظر لها على أنها الزاوية الرخوة في أوروبا. يضاف لذلك وجود مافيات
تساعد إيران على التمدد في تلك الدولة، وعمل إيران في تلك الدول في تهريب المخدرات وغيرها، الأمر الذي يجعل من الوحدة 400 وحدة متسعة النشاط في مختلف أنحاء العالم، وتسعى لتنفيذ الهجمات ضد أي دولة تطلبها إيران. ومنذ عام 2023 يمكن القول أن الوحدة حاولت في عملياتها استهداف المواقع الإسرائيلية أو مصالحها. ففي جورجيا أحبطت الاستخبارات هجوماً إرهابياً في يناير 2023، كان هدف الهجوم اغتيال مواطن إسرائيلي. موقع إيران إنترناشونال كشف المزيد من التفاصيل عن تلك العملية، حيث كان يقودها 5 أفراد هم في الواقع أعضاء رئيسيون في فرقة الاغتيال التابعة للوحدة 400 بفيلق القدس، والتي سعت لقتل المواطن الإسرائيلي إيتسيك موشي، وهو رجل أعمال بارز ورئيس غرفة الأعمال الإسرائيلية الجورجية، وهو رئيس البيت الإسرائيلي في جورجيا، وهي المنظمة التي تركز على الدبلوماسية العامة لتل أبيب في أوروبا الشرقية. ويؤكد الموقع أن الوحدة 400 خططت بشكل مباشر لاغتيال بعض المسؤولين الإسرائيليين في عدة دول حول العالم، بالإضافة لاستهداف مصالح أمريكية وغربية في عدة دول، لكن بطرق جديدة ومختلفة عن السابق، حيث لا تظهر هي في الواجهة. ولإبعاد أصابع الاتهام عن طهران، تم تكليف فريق باكستاني لتنفيذ مجموعة من العمليات الاستخباراتية. وبحسب الموقع، فإن الفريق يتبع لتنظيم القاعدة، والذي تحرك في العاصمة الجورجية في البداية، وهو الأمر الذي يؤكد التعاون بين القاعدة وإيران حاليا، ومحاولة طهران جر مقاتلين سنة للعمل معها في إطار خطتها جهاد طروادة. ففي اليونان أيضا أحبط هجوم للوحدة كان من المقرر أن يستهدف مركزا يهوديا، وذلك في منطقة مزدحمة وسط العاصمة اليونانية أثينا، واتهم بمحاولة الهجوم رجلان من أصول باكستانية ومعهم رجل رابع إيراني الجنسية، ما يؤكد خطة إيران التي تحدثنا عنها قبل قليل. وفي ديسمبر من العام الماضي نشر موقع إيران إنترناشونال تقريرا جديدا كان أكثر إثارة من تقرير هجوم جورجيا، فقد حمل عنوان إيران تجند أفغانا لاستهداف الإسرائيليين، وهو التقرير الذي كشف عن تعاون وثيق بين الحرس الثوري ممثلا بالوحدة 400 وتنظيم القاعدة، حيث تجند الوحدة أفغانا من القاعدة بهدف شن هجمات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب الموقع، يضم فريق الوحدة المسؤول عن تجنيد الأفغان كلا من حسين رحماني وحسين رحبان وحامد عبدالله وعلي رضا طاجيكي، الذي تورط في مؤامرة لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا سابقا. قصص وحوادث الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس تربط لنا الاتصال الوثيق اليوم بين إيران من جهة وتنظيم القاعدة من جهة، حيث يقيم الزعيم الفعلي للقاعدة سيف العدل في إيران منذ سنوات، ويخضع لحماية طهران بشكل كامل هو وحاشيته، في وقت يقتل زعماء وقادة القاعدة في باقي الدول. وفي الوقت ذاته تكشف التقارير عن اقتراب الرؤى بين الطرفين، وحتى خضوع القاعدة لأوامر إيران بشكل مباشر في كثير من القضايا، وهو ما ناقشناه في سلسلة جهاد طروادة. ولعل الوحدة 400 قد تكون العملية الأكبر بالنسبة لإيران في التعاون مع القاعدة، حيث تجند الوحدة أفغانا وباكستانيين من السنة لتنفيذ العمليات بدلا من عناصرها. وفي حال كشف العملية أمام أي دولة، فستكون المتهمة هي القاعدة وليست إيران. تتحرك أيادي إيران وتتسع، وتدخل معها أيادي القاعدة بقيادة سيف العدل لتنفذ مخططة جهاد طروادة، ويبقى الإرهاب يتسع دون أن نعرف حدوده إلى أين ستصل.